إن الدبلوماسية الجزائرية في الجمهورية الجديدة ستضع نصب أعينها مصلحة الجزائر أولا ومصلحة جاليتنا حيثما كانت وأينما وجدت، وإن أعضاء السلك الدبلوماسي سيتم تقييمهم بشكل دوري بناء على النتائج التي تحققت في هذا المجال. وستنشأ الدولة هيئات قانونية على مستوى السفارات والقنصليات للدفاع الفوري عن كل جزائري يهان في الخارج. شريطة التزام أفراد الجالية بقوانين الدولة المضيفة، وأكرر التزامي بأن تأخذ الدولة على عاتقها بآلية لتسريع نقل جثامين جزائريين المتوفون في الخارج مواساة لأبنائنا في المهجر وتخفيفا لأحزانهم.